علاش علاش يا عباد الله انا راه جحفوني بنتي هي اللي كنكسب وكلوه ليها هكا عباد الله كلوه ليها في داك داك اللي كان هكا عباد الله ما عرفت انا بنتي واش امك كاش كاين شي حاجه مسمومه انا عباد الله بنتي هي كترجع ام سدينها وقالت لي ام سدينها انا الحبس الى بنتي في السبيطار وسطا كترجع وكتلاوي كلوني وما هزوني ما هزوش لي الراح بالقله يهزها بزح القله يهزها علم بيها علم بيها من جا شرب بيلانتي هزها هو في طوموبيلته وعلاش انايا بنتي قال لي بنتي حرقونا قاعده على ركابيها بنتي قاعده على ركابيها وقعدت بنتي بحال هك قعد قارت علاش عباد الله علاش عباد الله علاش كيفاش جداها حرقوني حرقوني غفصوني جابني قلت يلا دخلت 14 عام باقا صغيره وباقا مغشميه غشموا لي يا بنتي غشموا لي يا بنتي غشموا لي يا بنتي غادي تقرا وعيطوا لوحده راه طرقتها تبرات من مرا البنات جاو ثلاثه هدوني حتى للدار قالوا لي كلموا لي خوله انا ما تبعتش بنتي علاش ما تبعتهاش قالت يا ماما ما تهكديش اللي مخليني مني ليهم قالوا علاش حطيتينا وتبعوها والحاصيلو النظر المخزني اللي ما عطانيش كيغيروا منا قرايه واش هاد الملف قال لي قالت لهم انا من عندي من حق انا عندي من حق باش مكلفاني المعلمه مكلفاني المعلمه خاصني من حقي نقيدكم واخا نعرف الموت السابعه واخا نعرف الموت انا شاد 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 مكلفه بالملف خاصني ندير واخا نموت هي ماتت بنتي ضاحت كي قالتها هي ماتت طرقت مراه قالت لها خالتي قالت لها نعم قالت لها واحد البنات كيتحلفوا عليا بالقتل قالت لك قلت لها ما قلتيهاش لامك قالت لها ما قلتهاش ليها خفت امي معصبه ما بغيتش نقولها ليها قالت لها سيري تقراي واش السيبه هادي ما كايناش السيبه ويلا دواو معاك جي عندي الطفله من تما ما تجات هذيك موتها الى اليوم قراي يا بنتي ونوريكم الكتب اللي عندها انا كنطلب وكنشري لبنتي الكتوبه كيعطيني المحسنين كيعطوني المحسنين انا باش كنعيش وباش كنخرج هاد السيد كون كار ليا يعلم الله انا ما كانش ليا عاطيني مسكين هاد البيت في سبيل الله يسيبو في اخرته في سبيل الله بسعداته بسعداته انا مسكينه ما عنديش راجلي مسكين حتى هو ما عندوش فقير فقير مسكين فقير كيدير مسكين كيدير مسكين عاد طويله مشكور بدي المطيشه قيله كيتباع ولا ما كيتباعوش كاين اللي ما كنبات بها انا بالعشاء وشكون اللي مطالع ليا الحق سبحانه الحق سبحانه هو اللي مطالع بي علاش ما يمكنش علاش ما يمكنش انا بنتي حسدوني فيها علاش كيحسدوني فيها انا كنغامر عليها حاجة انا ما كنشريهاش وكنشريها لبنتي بغيتها انايا باش تعاونني انا وكنتمنى ليها باش تكبر وترد عليا تانا كنتمنى تانا دير ليا بنتي كبيره ونسكن فيها وين يطيروها ليا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا